السلام عليكم. محاضرة البايوكيمستري الثالثة لليونيت سيستم. هذه المحاضرة تتكلم بشكل دقيق عن البلازما بروتين واليونيري بروتين. فما تعرفون، احنا ناخذ اول شيء البلازما بروتين. البلازما مثل ما اخذناها العام ومثل ما اخذناها بالابتدائية والمتوسطة والاعدادية، هي عبارة عن ليكويد يشيل مكونات الدم اللي هي السيلز، صح ولا لا؟ هاي البلازما. من المكونات البلازما هي البروتينز، تشكل حوالي 10% هي البروتينز من عنده. البلازما بروتينز اللي هي البومين، عندك بعدين الجلوبيولين والفايبرينوجين، والالبومين هو الاكثر هنا، يعني بعدين يجي الجلوبيولين بعدين يجي الفايبرينوجين، واكو بعد ايضا هوايه، لكن هسه هذني راح نتكلم بشكل خاص على الالبومين وعلى النيفروتيك سيندروم. نرجع لها ناخذها في الاوفر فيو من العام، احنا ماخذيها بس راح ناخذها مره ثانيه اوفر فيو. الحين نحكي بشكل عام عن البلازما بروتينز، يعني على الثلاثه بشكل عام. اقول لك الاموند of protein in the vascular compartment depends on the balance between the rate of synthesis and catabolism or loss. اكيد يعني انت مقدار البلازما اللي عندك بالفيسلز او vascular compartment يعتمد على ايش قد تسوي بروتينات وايش قد تفقد معناتها، هاي اكيد السالفه يعني. وكذلك هي ايضا موجوده بالانترا فاسكولار والاكسترا فاسكولار كومبارتمنت. ها اللي ما يتذكر العام اخذنا في شيء اسمه بادي فلويد كومبارتمنتس، كانت الكومبارتمنت تقسم الى انترسيلر وانترستيشل وفاسكولار حسب ما اتذكر. الانترا فاسكولار تمثل بالفيسلز والاكسترا فاسكولار تمثل بالانترستيشل، اوكي. فها اكو لازم اكو توازن بين كميه البروتينات الموجوده على السايدين. هسه راح اقول لكم ليش، ولو اكيد اذا تعرفون قارين زين مثلا باثولوجي مع اساس مال هيمودينامكس تعرفون الشخص داني. لكن عموما شنو هي مصادر البروتين بجسمنا؟ اول واحد، اول شغله يجي ببالك هي الليفر، اكيد امنا بالله هو اللي يسوي بلازما بروتينز. زين عندك بروتينز كذلك تفيد بالمناعه، مثلا اميوجلوبولينز مصنوعه من قبل البلازما، سوري من قبل قسم من قبل البي لينفوسايتس. الكومبلمنت سيستم ينصنع من قبل الباكروفاج، وكذلك الهيباتوسايت اكو الخاف، يعني مثلا يقول ايش عاجب من نهايه المايكروفاج، انا اتذكر الهيباتوسايت هي اثنيناتهم بشكل يعني بس بنسبه معينه. عموما انت تذكر خاف يسالك تقول له الهيباتوسايت والمايكروفاج والبي لينفوسايت. نجي طبعا هي الموست بلازما بروتين ار تيكن اب باي بينوسايتوسيس. البينوسايتوسيس هي شنو؟ مثل فاغوسايتوسيس بس تاخذ لنا بس فلويدز، هي هذا الفرق مالتها. من ياخذ الاندوثيليوم، الاندوثيليال سيلز لو الفاغوسايتس من ذا ار كاتابولايز. يعني مثلا فاغوسايتس مثل تتوقع شنو؟ مثلا انتي بوديز لازمة لها مثلا فد انتيجين فد بكتيريا او ما شابه، اكيد تجي الماكروفاج تطلع الانتي بوديز ويا البكتيريا اللي لازمتها، صح ولا لا؟ هذا مثال بسيط جدا يعني. الاندوثيلياس مثلا عموما مثلا يعني تستفاد من البروتيناز، يعني مثلا طاقه ما طاقه او مثل سوالف يعني. طبعا شلون نغسل البروتينات الكاتابوليز طبعا الهدم باي ذا واي، يعني شلون نغسل البروتينات؟ لو نغسلها باسيفلي عن طريق الجلوميرولاي والانتستينال وول، قسمها حتى لو نخسرها بس احنا تتذكرون يعني بالكني عندنا ميكانيزم انه نسويها ري ابزوربشن، وكذلك حتى بالانتستينال لومن على باللارج انتستين ممكن نسوي لها ري ابزوربشن يعني، اوكي. اذا هذا المقدمة بسيطة جدا يعني جات ولا بعدها ما خلصت. انت عندك اللانر فانكشنز اوف بلازما بروتينز. شنو هي الفانكشنز مالت؟ اهم فانكشن تتذكرها هي control of extracellular fluid volume. تتذكر الألبومين شنو وظيفته مو ولا لا؟ إذا قل الألبومين شو يصير عندك؟ يصير عندك شنو؟ إديما. ليش؟ لأن الألبومين خصة الألبومين يعني هو الأكثر أو predominant للألبومين يتحكم بالأونكوتيك بريشر. الأونكوتيك بريشر شلون أمثلك إياه؟ خلنا مثل هذا فيسل أو هذا كابيلاري صراحة، هذا الأرتريول هذا الفينيول، البلود يجي منه يجي من بالهيدروستاتيك بريشر يدفع الفلويد عن للتشو هنا
بعدين هذا شو ايضا هذا الفلويد لازم يرجع بعدين للفينز صح ولا لا؟ مين يرجع عندك الالبومين عن طريق الكولويدز ماتيك بريشر. اذا نقص الالبومين يحصل عندك هوايه فلويد يروح هنا وقليل يرجع بعدين بالتاسع عندك اديما وتعرف بعد. اذا كنترول اوف اكسسيلر فلويد فوليوم. عندك السالفه الثانيه ترانسبورت واي عندك ترانسبورتيشن. اخذنا قبل ايش كم مو قبل ايش كم محاضره قبل اسبوعين او هيك اخذنا بالبايوكيمستري بانه البيلروبين الانكونجيجيتد بيلروبين حيتحد ويا الالبومين حتى ينقل الهيباتوسايت لما ينطرح من الماكروفاج او الريتيكولو اندوثيال سيلز صح ولا لا؟ اذا وظيفتها الثانيه هي الترانسبورت الالبومين مو بس الالبومين كذلك واي عندك الترانسفيرين ال دي ال دي تمام LDL تقل كوليسترول LDL عندك واي واي يعني ما قل سيروبلازمين ينقل شان الكوبر. هذول شنو وظيفته؟ ينقل poorly water soluble substance بالبلازما او lipid soluble substance. اوكي عندك الثالثا انه inflammatory response and control of infection. مثلا عنا تجي عندك منه الميوغلوبيلين والكومبليمنت بروتينز ذن اثنيناتهم تعم اخذين احنا بالسيارة يسوون السوالف الاميونيتي والسوالف. طبعا ذن يسوون فشي اسمه اكيوت فيز رياكتنس. شنو اكيوت فيز رياكتنس؟ انه هي مجموعة من البروتينات لو يزيدا لو يقصن باثناء الانفلاميشن مثلا حالة الكومبليمنت سيستم والاميوغلوبيلين او الانترلوكين تتذكرها ذن يزيدا لان يزيد بهالحالة يعني مثلا عندك لا عندك قسم ينقصن بالحالة الانفلاميشن مثل الالبومين او ترانسفيرين. هاي هي اكيوت فيز رياكتنس. شنو تعريفها؟ انها مجموعة من البروتينات مكون من الميوغلوبينز والكومبلمنت بروتينز لو يزيدن لو ينقصن. عندك مثال مشهور جدا انه هو السي رياكتيف بروتينز. السي رياكتيف بروتينز اللي قلت لك اياها من الساعة اللي هي انا لا يزيد انا نقصة مو قصدي الاكيوت فيز رياكتنت سوري يعني خبصت بين المصطلحين. عندنا هسه نرجع عندنا الفاكشن مال البلازما بوتنشال عندنا ترانسبورتيشن وعندنا كنترول اوف اكسس فلويد فوليوم. لو تتذكر كل واحد والبروتين ينقلب مثلا اول اثنين ذكرت لنا كان الالبومين والاخير وحده اللي هي الانفلاميتري ريسبونس والكنترول اوف انفكشن هي الاميونوجلوبولينز والكومبلمنت بروتينز. عندك احنا قلنا انه توتال بلازما بروتينز يتغير بحسب الزياده او النقصان. لو يزيد البروتينات لو ينقص البروتينات وهاي حسب العوامل اللي حناخذها. هاي العوامل كلش مهمه انه شنو الاسباب اللي تخلي البلازما بروتين يزيد. ممكن واحد يعني يقدر يخمن اول سبب اللي هي انه يتركزن حلو يتركزن او ممكن يزيد السنتس مالتهن هم لطيف نحكيها هسه. عندك loss of protein fluid protein free fluid شنو قصدي؟ يعني مثلا يخس مثلا bleeding او الدياريا هاي تخسر بيها سوائل. لما تخسر بيها سوائل هاي السوائل ما بيها مثلا يعني بروتينات او املاح هوايه شنو راح يتركز البروتينات او حيقل عندك البلد فوليوم بالتالي حتركز شنو حتركز عندك البروتينات اكثر صح ولا لا؟ عندك status during vein puncture يعني شنو status ركود الدم يعني شنو انه الدم كل ما يضل فترة ما يتحرك خاصة بالفينز ما يتحرك البروتينات راح تضل تتجمع هاي ما تجيك البروتين من يسمونه من التشوز ومخلفات التشوز وهاي خاصة بالفينز يعني فراح تتجمع يعني يصير بها التركيز يعني عالي بالستاز وهاي فترة طويلة مثلا تربط تورنيكا يعني شلون استاذ سواء حيصير استاذ انه تربط مثلا تونيكا او هاي عم تضرب مثلا اي في او تشكل مغذي يظل هاي التونيكا مده طويله كلش راح يصير ستاتس ركود بالدم. فلهذا انت تشوف انه الابره الوريديه ابره الوريد الاي في يغيروها يعني كل فتره يغيروها مثلا كل يوم يغيروها وكل يومين حتى ما يصير ركود بالدم. اوكي اكو حاله انه يزيد تركيز الاميونوجلوبولينز بس الاميونوجلوبولينز خص يسموها البارا بروتينز. هسه حشرحها بنهايه المحاضره شنو هاي البارا بروتينز.
لكن ستعرف انه اسباب زياده البلازما بروتينز يعني تخمنها لو تخسر فلويد بحيث تركز البروتينز loss of protein free fluid لو يزيد عندك او عندك status فبالتالي حيجمع مخلفات التشوز من البروتينات وما شابه بالدم الراكد بالبين بالتالي يصير عندك تركيز اكثر وكذلك عندك حاله البارا بروتينز اللي حشرحها بالنهايه عندك low plasma total protein concentration maybe due to عندك شنو بس تتوقع اكيد مثلا زايد حجم الفلويد dilution مثلا for example if the blood is taken near the site of an intravenous saline infusion saline infusion يعني شو قصده مثلا انت لما تجي تاخذها مثلا عينه من الدم وتاخذها من مكان انت هستوك ضربت بي اي بي يعني هستوك ضربت فيه فدواء او فتشي فاكيد هذا شنو حيطلع حيصير عندك دايلوشن حيصير عندك زياده من الفلويد فبالتالي حتطلع تركيز البروتينات قليل سهله كلش عندك الهايبو البومينيميا نحاجي كل اشرح الهايبو البومينيميا بالساعات القادمه يعني لان هي مهمه صراحه هي هاي يمكن لب المحاضره عندك سيفير اميونوجلوبولين ديفيشنسي مثلا ايدز دراجز عندك مشاكل بالليفر ممكن مو مشاكل بالليفر سوري مشاكل بال مثلا بالبون ان هو يعطيك يعطيك هاي البلس سيلز يعني يعطيك اياها بشكل عام اي هاي يعني شنو قله الاميونوجلوبولين اوكي كل سهله عندك لو دايلوش لو عندك يزيد الفلويد انه صار عندك دايلوشن لسه عندك هايبو البومينيميا لسه عندك سيفير اميونوجلوبولين ديفيشنسي اذا ركز لي هنا عندك رايزد بلازما بروتين شو حصير انه لو اخسر فلويد لو عندك ستاتس لو عندك زياده بالاميونوجلوبولين اعكسها باللو شو حيصير عندك حيصير عندك قله يعني حيصير عندك زياده بالفلويد يصير عندك دايلوشن يصير عندك هايبو البومينيميا ويصير عندك لا قله بالاميونوجلوبولين حلو عندك ناخذ الالبومين هسه هذا الهوس اللي هو حشينا عنها تقريبا الالبومين هو مونيكولر واي مالته 65 كيلو دالتون ويعتبر طبعا هو اعتقد ما ادري ما متاكد صراحه بهالمعلومه لكن اعتقد هو يمكن اصغر بلازما بروتين لانه هو يترشح يصير بفلتريشن عن طريق الجلوميراي عن طريق الجلوميرس سوري سينثيز باي ليفر ها اي كان هو صح اصغر مويكال واي هو كان عنده عنده كذلك الهاف لايف مالته 20 يوم كل السهل شوف اكو حالات يكون بها الالبومين يعني ابنورمال نوعا ما بس هاي انهيرتد ذكر بس حالتين بس البومينيميا وان البومينيميا بس باي يعني بس يعني اثنين ثنائي يعني عندك two forms of albumin بس ما بيها فد clinical correlation أو فد clinical consequences يعني عادي واحد يعيش طبيعي كلش وعندك an albuminemia هذول جماعة an albuminemia هذول يعني هي يعني هاي ما عندهم أو قلة عندهم بالالبومين فبالتالي حتلاحظ عندهم أديمة شوية بس يعني still مو خطرة حيل still يعني أوكي فانت عندك حالتين بس البومينيميا وان البومينيميا ناخذ حالة انه يمتي يصير البومين هاي هاي حالة بس وحدة يعني only artifactually artifactually يعني احنا نسويها باللعب يعني شنو sample taken with prolonged venous status or loss of protein free fluid مثل اسباب ذكرناها قبل شوية ما raised plasma protein concentrations يعني شنو انت بحالة انه عندك status بالفينز فبالتالي يزداد الالبومين او في حالة انه يقل عندك الفلويد تخسر الفلويد كل السهلة فقط في هذه الحالات يصير عندك هواية البومين نيجي للحالة الحالات المهمة اللي هي هايبو البومينيميا هاي مهمة جدا وهي ساين لامراض عديدة يعني بها انواع دايلوشنال هايبو البومينيميا إذا ثلاثة أسباب artifactual changes مثلا due to taking blood from an arm into which an infusion is flowing مثلا تاخذ من vein أو يعني السامبل مالتي تاخذها من vein هاي البين نفس البين
بمثلا اوبرا اي في يعني تنوخ يعني تنوخ الاوبرا اي في فيها، فما يصير هذا الشيء، يعني حيطلع شنو دايلوتد، ما حيطلع يعني مخفف، بيطلع قليل البومين بالسامبل. او ممكن يعني تعطي هوايه بروتين فري فلويد، يعني تقريبا نفس الحاله يعني انا. او ممكن فلويد ريتينشن بالاديماتس ستيت او ليت بريجننسي. شنو فلويد ريتينشن؟ قصدي انه ابحاث الاديمه، ابحاث الاديمه ممكن تاثر على تراكيز الالبومين. شلون؟ يعني شلون مثلا انت عندك هارت فيلر، ممكن عندك ثرومبوس تسد طريق البين، بالتالي اذا عندك الضغط مال بس يعني مال او مجموع السوائل، مجموع الدم، مجموع ضغط الدم يصير عندك عالي بداخل البين. من هالامور مثلا عندك ليفر سيروسز، ممكن تسوي سوالف لان تسوي اديماتس ستيت، يعني تسوي اديما. اوكي، هاي دايوشن هايبو البومينيميا، انه لو مثلا ارتفاكت وتاخذ سامبل وعندك انفيوجن مستمر، لو تعطي يعني اكسس اوف بروتين فري فلويد، لو فلويد ريتينشن. هاي بس لان ثلاث حالات. ها طبعا 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 يعني قبل ما المفروض ابدي، يعني المفروض اذكر في السالفه انه الاسباب من هايبو البومينيميا هي خمسه، اثنين ما متعلقات بالالبومين نفسه، وثلاثه متعلقات بالالبومين. واضح يعني؟ هسه حشوف شلون. ريديستريبيوشن اوف البومين، شنو ريديستريبيوشن؟ يعني شنو يعني تغيير تركيزه، يعني مثلا من الانتروفاسكولار يروح للاكسترافاسكولار كومبارتمنت، يعني من الفيسل يروح مثلا داخل التشو، فاهمني؟ مثلا بحاله الريكمبنسي، الريكمبنسي انه واحد يعني نايم يعني منجطل. وبحاله انكريس كابيلري ميمبرين بيرميبلتي، الريكمبنسي يقول لك يقول لك يكون لور بمقدار 5 الى 10 غرام لللتر because of fluid redistribution. اوكي ليش؟ انه انت عندك ما حس عندك muscle contraction، يعني انت بس قاعد نايم ما حس عندك muscle contraction، بالتالي ممكن يعني الالبومين يلقى له في الطريق عمود يهرب. لان شو يسوي muscle contraction؟ حيصير انه ترجع الدم من الفينز للهارت، صح ولا لا؟ فهنا شنو الدم بالفينز حيصير يوقف، فيزداد الضغط بداخله، وبعدين الضغط حيصير عالي، فينتقل منطقة الضغط الواطي اللي هي بداخل التشو ويقل ويا الالبومين. عندك المثال الثاني increase capillary membrane permeability، مثلا بحالة ال illness او بحالة ال post operative state بعد العملية، اذا عندك leakage، وهي طبعا طبيعي يعني لا يعني لا عبالك. بالحالة ال illness اهم 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 يعني عامل يسوي capillary membrane permeability، يعني اهم مرض تذكره هو النيمونيا. وتذكر محاضرات العام يعني ممكن تستذكر شلون يعني انه حيسوي عندك اديما، شنو حيسوي عندك يعني كابيلي ممبرين حيدمرك، يعني تدمر النيمونيا، وبعدين يدخل الالبومين من داخل الفيسل الى الانترستيشن يم الرئه، يجمع هناك، يجمع فلويد، يصير عندك اديما، يموت الواحد. اوكي، اذا هاي الديستريبيوشن اوف الالبومين. عندك الاساس هو هذا اللي سالفته ما متعلقات بالالبومين نفسه، اللي هي دايلوشن هايبو البومينيميا وريديستريبيوشن اوف البومين. ناخذ اشياء متعلقه بالالبومين، اشياء متعلقه بالالبومين يعني شو تتوقع مثلا؟ هو انت عندك نقص بالالبومين، شو تتوقع مثلا انت عندك؟ يعني نقصان بالسنتسيس، هاي سالفه، السالفه الاخرى خساره يعني بالالبومين. لو انت عندك زياده بالميتابوليزم من الالبومين، تمام؟ يعني انت عندك مشكلة لو لو بالسينثيسيس، لو بالميتابوليزم او الكاتابوليزم مال يعني يسمونه الالبومين، لو انت عندك لوس اوف البومين. مثلا اذا ديكريس سينثيسيس عندك ثلاث حالات فقط، مال نيتروجين ومال ابزوربشن ومال امبير سينثيسيس، يعني متوقعة. مال نيتروجين اذا انت هو شنو الالبومين؟ هو بروتين. البروتين يعني شنو؟ البروتين من جاء من امينو اسيدز. إذا I need amino acids، إذا أنا ما أخذ كمية كافية من amino acids، يعني شنو قلة البروتين بالدايت، أو يعني بين قوسين قلة النيتروجين إنه بالدايت، هذا شنو حيأثر على البومين سلبا. يعني عندك المال absorption، مثلا عندك مشاكل تعيقك إنه تسوي absorption للpeptides والamino acids، مثلا مشاكل بالsmall intestine وما شابه، فأكيد راح تقلل كمية البومين اللي ينتجها الليفر. وأنت عندك مشكلة يجوز بالليفر أساسا، يعني مثلا cirrhosis، صح لو لا؟ انت عندك زي increased loss of albumin from the body associated with increased membrane permeability. هاي الحالات يعني مالتها مثلا بالسكن، عندك burns زيد
الخلاصات الالبومين نسوي يعني اختلاف التراكيز من الالبومين. عندك عندك سكن ديزيزز مثل سورايزس. سورايزس هي بلاكس يعني في المقعد تطلع على السكن يعني اوتو اميون ديزيز هو. يسوي عندك يعني زيد الميمبرين بيرمبلتي انتستينال وول. مثلا انت عندك بروتين لوزينج انتيروباثي، مثلا انت عندك حاله مثلا ما تقدر يعني تاخذ بها البروتين، هاي اوتو اميون طبعا باي ذا واي، ما تقدر تاخذ بها البروتين يعني ما الابزوربشن للبروتين. عندك مشكله بالابدومينال فيسلز ما تقدر تاخذ يعني النيوتريانتس، هاي هي مشكله يعني بروتين لوزينج انتيروباثي، يعني هو مرض يعني اسم عام يعني لمجموعه امراض. الجلوميرولاي مثلا عندك الليمفاتيك سيندروم، ولا احكيها بعدين يعني شنو الليمفاتيك سيندروم. عندك انكريس كاتابوليزم في الالبومين مثلا بالسبسس، حالة السبسس اللي تسمم الدم اللي هي بالبكتيريا، مثلا اذا عندك بكتيريا وصار يسوي تسمم الدم مالتك. وعندك هايبر ثايرويدزم، ليش؟ لانه الثايرويد الثايرويد هرمونز تزيد الميتابوليزم بشكل عام. اوكي، اذا انت تذكر انه عندك شغل اسباب الهايبر البومينيميا، شغلتين ما متعلقات بالالبومين نفسه اللي هي ريديستريبيوشن متعلقه بالوضعيه الجسم او بالميمبرين بيرمبلتي، لو دايلوشنال هايبو البومينيميا يعني متعلقه بالسامبلز وال اي بالسامبلز والفلويد ريتينشن. عندك كل سؤال متعلقه بالالبومين نفسه اللي هي لو ديكري سينثيسيس يعني مرحله المال ابزوربشن مال نيوتريشن او امبيرسنسز مثلا الليفر سيروسيس. عندك انكريس لوس مال الالبومين عن طريق السكن او الجي اي تي او الجلوميرولاي، او عندك زياده الكاتابوليزم مال الالبومين مثلا حاجه هايبرثايرويدزم والسبسس. زين شنو هي النتائج المترتبه على الهايبو البومينيميا؟ شنو الكونسيكونسز مالتها؟ اسجيك الفلويد ديستريبيوشن، اكيد اول كونسيكونسز هي الاديما، قل عندك الالبومينيا قل عندك الاوزماتيك بريشر، بالتالي يصير عندك الاديما، يصير عندك اديما. ليش؟ راح يصير عندك الهايدروستاتيك بريشر، واحنا ماخذيها يعني ماخذيها. البايندينج فانكشن، هو الالبومين كذلك وظيفته مو بس يعني يحافظ على الاونكوتيك بريشر، لا او الاوزماتيك بريشر كذلك يسموه يعني كولويد اوزماتيك بريشر او الاونكوتيك بريشر يسمونه، لا باينز كالسيوم بيروبين اند فري فاتي اسيدين قلها. يعني تخيل هاي يعني يقدر يعوفه، يعني اذا ماكو البومين ثاني يضل انت يعني شلون اقول لك تايهات بالدم، يزيد النسبه من الدم كفري يعني فري كونستريشن مالته يزيد. بس هسه شنو اهميه هي هالوظيفه؟ الدراجز، الدراجز مثل سالسيليت والبنسلين والسولفو ناميدز لاني البومين باوند، لازم يرتطب الالبومين. لما يرتطب الالبومين يصير مثل مخزن، الالبومين راح شنو يخزنهن، مو شرط ينقلهن يخزنهن لان يصيرن ان اكتف. فتخيل انه الالبومين قليل، زين انت لما تعطي دوز معين تتوقعها انه هاي الدوز سليمه، ليش؟ باعتبار انه الشخص عنده البومين اعتيادي، لكن هذا الشخص عنده هايبو البومينيميا، فشنو معناها؟ كميه الفري دراج راح تكون كلش عاليه ويسويك توكسيك افكتس، واضح؟ اذا اكو تو كونسيكونسز، البايندينج فانكشن لا تتاثر، وعندك الاديما، هاي مهمه. نجي لاهم موضوع من هالمحاضره صراحه اللي هي البروتين يورين. تعرف انه البروتينات ما تصير يعني ما تعبر الجلوميرولس، ما تعبر ابد، ما تتفلتر هي الا كميه قليله من الالبومين واللي هي ايضا ريابزورب بعدين اول وتالي، يعني مجموعات من الامين اسيدز هي اللي يصير بها ريابزوربشن حسب ما اخذنا بالفيزيولوجي. شنو يعيقها يعني من الفلتريشن؟ انه السايز مالتها مالت كبير والنيجاتيف تشارج، من هنا البروتينات ترى سالب. وتتذكر اذا ذكر بالهيستولوجي، اذا قال هيستولوجي او فيزيولوجي، حتى الفيزيولوجي ذكر مذكوره هاي، انه عندك في شيء اسمه جلوميرولار بيسمنت ميمبرين، جلوميرولار بيسمنت ميمبرين هذا يكون نيجاتيف تشارج، بالتالي يمنع البروتينات من انه تتفلتر. اوكي، فانت لو تاثر على السايز يعني ما تقدر تأثر بالسايز، لا ما تقدر تأثر بالسايز، شو تسوي؟ زي سايز البورز تأثر سايز، يعني قصدي سايز مال البروتين ما يتأثر بس سايز البورز يتأثر، أو وتدمر الجلوميرولار بيسمنت ميمبرين، تدمره حتى تلغي النيجاتيف تشارج،
حتى شنو تطلع البروتين باليونين، صح لا لا مو تمام؟ إذن 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 نأخذ أسباب الرينال بروتينوريا اللي هنا سبعة. سبعة، أول واحد جلوميرولار بروتينوريا. بروتينوريا إيه هاي شنو؟ يزيد عندك جلوميرولار بيرميبيليتي مثل نيفروتيك سيندروم. شنو نيفروتيك سيندروم؟ نحشرها بعدين لأن هي نهاية المحاضرة مذكور موضوع. بس هي شنو؟ أوتوميون ديزيز، بحيث إنه هو الجسم يهاجم الجلوميرولاي يسوي شنو؟ يدمرها، بالتالي يصير عندك البورز أكبر فيصير بيها فلتريشن أكثر. الألبومين هو البريدومينانت بروتين in the urine. أوكي؟ الترانزيت بروتينوريا، الترانزيت هاي يعني تحدث بشكل يعني بسيط، عشان أقول لك فقط يعني لوقت قصير عليه تروح، يعني نورمال تقريبا. هاي physical exertion، ممكن تروما، cardiac failure، fever. يزيد عندك نسبة البروتينات بدل الحالات، لما يزيد عندك نسبة البروتينات بالتالي يصير عندك بروتينوريا، يصير عندك نسبة البروتينات بالدم يصير أكثر وهكذا، سوري بالبول يصير أكثر وهكذا. عندك الأورثوستاتيك postural بروتينوريا، هاي شنو؟ الأورثوستاتيك يعني حسب الوضعية. هنا أنا قلت لك البروتينوريا حتزيد بحالة الشخص أبرايت، شخص يعني واقف، وتكون خاصة بالداي نات أن يعني بالنايت disappears. أوكي appears in to be glomerular in origin is most common in adolescents and young adults. يقول لك هي سبب إنه glomerulus، ويعني ما أحد يعرف شنو سببها الحقيقي، لكن يعتقد إنه هي بالglomerulus المشكلة، وهي موجودة بالadolescents واليونج adults خاصة تصير، وخاصة إذا كانوا tall and thin. It may associate with severe doses, lower doses. إنه هي مثلا عندك الحين بالvertebral column يكون يعني يصير روح أكثر anterior، مثل هالصور مثل ما قاعد تشوفون يعني هنا يكون أكثر anterior، بالتالي يصير عندك يعني بروتينوريا عالية. هي شنو؟ هي normal طبعا، by the way حالة benign. Renal function is normal while proteinuria is less than 1 gram per day. هاي يعني مشيلها بالاصفر، هاي كلش مهمة تتذكرها، انه هي الاورثوستاتيك هي حالة بناين ما تسوي اي مشاكل، والبروتينوريا ما تقليلة اقل من 1 غرام بالدي، تصير بالدي تختفي بالنايت. حلو، وبحالة الابرايت فقط تلقاها خاصة بالتول والثين بيرسنز، يعني مثلا ادوليسنس واليونج ادلتس، وخاصة اللي عندهم لو دوس يعني سيفير. اوكي، واحنا اخذنا بساعة ترانزيت بروتينوريا اللي هي ويا الاكسرسايز ويا التروما ويا الالنس فيفر كارديك فيلر، وقبل اخذنا جلوميرولار بروتينوريا. هاي ثلاثة، ناخذ أربعة، هاي أربعة مفروض مو ثلاثة. المايكرو البومينوريا شنو هاي؟ شوف انت الالبومين طلع بكمية اقل من 0.5% غرام، كلش كمية قليلة. ال patients with diabetes mellitus then دولي شنو يزيد عندنا نسبة الألبومين باليورين، لكن ككل البروتينات ككل هي نورمال، بس الألبومين بين الألبومين قدك هو المولكولر وي منطق صغير فيقدر يعبر بسهولة. هاي شلون تصير؟ انه انت عندك diabetes mellitus يأثر بعدين على الفيسلز، يخليها مور ليكي، يسوي بيها ليكج اكثر، فطلع البومين بس بكميه قليله بالبدايه، فلهذا تسمى بالمايكرو البومينوريا. المايكرو البومينوريا تصير بعدين هايبو البومينوريا بعدين يعني ايفينشولي، وتصير عندك رينال بروجريسيف رينال ديزيز تصير عندك بعدين. اوكي اي عندك ممكن تحدث ويا ناس عندهم inflammatory bowel disease او rheumatoid arthritis ممكن يصير. شلون تسوي diagnosis؟ انه بس albumin to creatinine ratio، راح تكون هالريشيو كلش كبيرة، هي ريشيو تقريبا اقل من 30 غرام مفروض تصير، بس اذا زاد فوق 30 او وصلت 300 هذا معناه عندك micro albuminuria. شلون تسوي له management لابو خاصة لابو الديابيتيز اللي يعني هو عنده المايكرو البومينوريا؟ تعطي جلايسيميك كنترول، تتحكم بالنسبة الجلوكوز مالته،
وتعطي ايش انهبيترز حتى شنو تقلل الضغط، بالتالي ما تقدر فيسلز مالته. اوكي، اذا مايكرو البومينوريا هي بال يعني شنو انه يطلع البومين بس هو توتال يورينري بروتين مالته نورمال، هاي ليش؟ انه يصير عندك ليكج وصل الدمج للفيسلز، هاي يسويها سالفة الدي ام، هي احد الكومبليكيشن من الدي ام يسمونها مايكرو فاسكولار كومبليكيشن. شو تسوي له هذا؟ تسوي له جلايسيميك كنترول وتعطي اي انهبيتر عشان تتحكم بالضغط مالته. واسيست باي يورينري البومين تو كرياتينين ريشيو. اوكي؟ التيوبولار بروتينوريا. هاي شنو؟ انت عندك مشكلة بالتيوبيولز، خصوصا بالبروكسيمال كونفيوتر تيوبيولز. ليش؟ انه يصير بالبروكسيمال كونفيوتر تيوبيولز انه لازم يسوي ري ابزوربشن. اوكي؟ ري ابزوربشن. لا سوري، يصير بيها دمج بحيث يصير ليكي بحيث تطلع مواد الظل. تطلع مواد ما تسوي ري ابزوربشن. زين. هاي سبب مثلا بايلونيفرايتس اللي هو الانفلاميشن، يعني انفلاميشن من البكتيريا او مثلا اليورين يرجع وصلت من البلادر لليوريتر ممكن حاصير، او الفانكوري سيدروم هاي احد اسبابها. زين شو تعرف هذا واحد عنده رينال تيوبولار دامج؟ وصلت تو ماركرز الفا جيوبولين و بيتا جيوبولين، لاني كله سنسيتيف للرينال تيوبولار دامج. ليش؟ لان هذني راح طلع باليورين، لان ذني بالطبيعي يصير بيها ري ابزوربشن، بس لما يصير عندك دامج للتيوبولز ما راح يصير عندك ري ابزوربشن. زين، فبالتالي طلعن. زين هاي ما له علاقه، طبعا هاي بالاصل ما له علاقه بالتيوبولار بروتينوريا. هاي شلون تكشف رينال تيوبولار دامج؟ اما انت عندك تيوبولار بروتينوريا تكشف عن طريق الريتينول بايننج بروتين يكون موجود باليورين. اوكي، طبعا قلت لك احد الاسباب هي البايلونيفرايتس او الفانكوري سيندروم. الفانكوري سيندروم وياها كذلك يعني سيمتومز اخرى اللي هي جلايكوسيوريا والامينو اسيدوسيوريا، امينو اسيدوريا والهايبر فوسفاتوريا ورينال تيوبولار اسيدوسيس. اذني يعني عندك شنو؟ جلوكوز يطلع باليوريا، امينو اسيد يطلع باليوريا، فوسفات يطلع باليوريا، وعندك الرينال تيوبولار اسيدوسيس يعني هم دامج. هاي وصلت شنو؟ دراجز او ميتلز تأثر على التيوبولز. اوكي، اوفر فلو بروتينوريا الفيضان، اوفر فلو معناها فيضان. ثلاث اسباب بيها، برودكشن اوف بي جي بي اللي هو بنسن جونز بروتين، نعشاك اياه بالستاد الجاي. وعندك سيفير هيموليسيس وذ هيمي هيموغلوبينوريا او الرابدو مايوليسيس وذ مايوغلوبينوريا. حلو، شنو لما صار عندك هيمولس حس عندك هواي كميه من الهيموغلوبين اللي هو بروتين، فيصير عندك هواي هيموغلوبين يطلع باليورين. كذلك نفس الحاله في حاله انه المسل دامج او الرابيدو مايوليسيس مايوغلوبين يطلع هواي. طبعا يكون اللون حسب الكونسنتريشن يكون اليورين لو ريد لو براون. زين نرجع للبي جي بي او البنسن جونز بروتين، هذا كلش مهم تعرفه، كلش مهم. شنو هذا بروتين؟ المولكيولر واي مالته اقل من الالبومين بس هو ابنورمال يكون هذا. The only protein of a molecular weight lower than albumin that is likely to be found in significant amounts in unconcentrated urine in absence of hemoglobinuria or myoglobinuria. هذا شنو يمتى يطلع هذا البروتين بالذات؟ ها تذكر قلت لك قبل يعني قبل كم سلايد قلت لك على البارا بروتينز زياده الايميوغلوبولين، هي هنا نفس الفكره او هو نفس الشيء اصلا. بنسن جونز بروتين او البارا بروتين او الايميوغلوبولين لايت باندز هذني نتاج لمرض اسمه مولتيبل مايلوما. مولتيبل مايلوما هي عبارة عن نيوبلازم كانسر مال بي سيل بي لينفوسايت او البلازما سيل اللي بتعرف انت شنو وظيفتها، انشان تعطيك الانتيبوديز صح لو لا الايميوغلوبولينز.
زين اذا صار بيها كارسينوما او نيوبلازم شو راح يصير؟ او تطيح وايه وايه كلش اميونوجلوبولين كلش هوايه نوع واحد باي ذا واي يعني كلش هوايه. البنسن جونز بروتين هو اللايت باند مال اميونوجلوبولين. تتذكر انه كانت الاميونوجلوبولين تتكون من هيفي باند ولايت باند. هو هذا اللايت باند مال الاميونوجلوبولين تكون يعني فراجمنت منفصله يعني هيك اجزاء من عتر. هاي شنو؟ هاي سبيسيفيك انديكيتر اوف المالتيبل مايلوما. زين شلون او شلون نستفاد معتها؟ شوف لما نسوي الكتروفوريسز خلي ذكرك بيه. الكتروفوريسز انه تخلي قطبين فد يعني ميديا فد ميديوم هذا بيه جل يعني هذا قطب واحد سالب وواحد موجب. البروتينات تخليها يم السالب وطبعا انا عندك تربط كهرباء يعني تربط بطارية. طبعا البروتينات السالبة حتتنافر ويا القطب السالب تروح للموجب. مقدار تنافرها نشوفه لازم يعني ايش قد concentrated هي لعد. مقدار التنافر يحدد لك الconcentration. البنسن جونز بروتين يكون او شلون اقول لك الدنسيتي مالته اعلى الباند مالته كلش تكون قوية اللي هي الصورة دقيقة مثل ما تلاحظ الصورة اللي ضفتها استوني انه هذا بنسن جونز بروتين وهذا الالبومين بقى شوف ايش قد يعني الفرق كلش كبير. اوكي اذا شلون حتفرق اذا واحد يقول لك يمكن سيك سؤال اذا بالالكتروفوريس شلون حتفرق بيناتهم بين الالبومين والبنسن جونز؟ تقول لي انه البنسن جونز الباند مالته كلش دنسر ذن الالبومين. اوكي زين هذا شنو تلقاه هواية amounts ب unconcentrated urine بحالة المالتيبل مايلوما. اوكي وهاي خلصت يعني تقريبا الابارنت هاي شنو يعني هاي مو حالة يعني بس هي شنو فتشي occasionally انه مثلا patient يضيف اي egg white او animal blood to their urine مثلا ياكل هواية egg white فشنو حيتركز اليورين كل شيء هواية فيظهر بانه بروتين نسبة البروتين ما عالية. اوكي وبالتالي خلصنا الانواع مال البروتينوريا الجلوميرال بروتينوريا الترانزيت بروتينوريا واخذنا الماكرو البومينوريا وقلت لك شو هاي الحالات تصير بها الديابيتيز انفلاماتوري باور سيندروم وعندك الروماتويد ارثرايتس وشلون تسوي مانجمنت لابو الديابيتيز. البوستورال بروتينوريا هاي مهم تذكرها لازم انه هي نورمال حالة كلش نورمال بناين والرينال فانكشن مالته كلش نورمال. تتذكر الاوفر فلو كلش مهم البنسن جونز بروتين شو تفرقه بالالكتروفوريسيس وشنو اسبابها طبعا باي ذا واي الاوفر فلو. ابيرنت بروتينوريا كذلك قلت لك يعني ببساطه وتيوبولار بروتينوريا شنو اسبابها وشنو الماركز مال رينال تيوبولار دامج اللي كان الفا الفا وبيتا جلوبولين وشنو الماركر حتى نعرف هذا عنده تيوبولار بروتينوريا يا بروتين نشوفه رتينول بايننج بروتين. اوكي نيفروتيك سيندروم اللي هي خاص من الكلام النيفروتيك سيندروم بيها اولا هي اوتو اميون ديزيز قلت لك اياها قبل شويه يهاجم الجسم بيها الجلوميرولس بالتالي يصير بيها بورز تكبر البورز مالتها يصير عندك فلتريشن اكثر للواية سبستنس ممكن حتى يوصل لحالة انه يسوي فلتريشن اذا كلش قوية وسيفير يسوي فلتريشن حتى للRPCs وجماعتها ممكن كلش اذا سيفير حيل. طبعا هي تتميز باربعة خصائص هذه تحفظها صم مثل اسمك وحافظك اياها ميمونيك هيلب. شلون البروتينوريا حرف البي الهايبو البومينيميا حرف الاتش الاديما حرف الاي الهايبر ليبيديميا حرف الال من الليبيد. اوكي واذا قال لك شنو الهول مارك اوف ذي سيمتومز البروتينوريا ليش لانه عندك البروتين كمية البروتين اللوس باليورين هي اكثر من 3 غرام كمية كلش رهيبة. احنا قلنا لك في الاورثوستاتيك
بروتينوريا قلت لك هي اقل من 1 غرام كانت كلش نورمال، هسه هنالك اكثر من 3 غرام كلش عاليه كلش خطره. هاي الهول مارك مال النيفروتيك سيندروم البروتينوريا. بس شنو هي السيمتومز الاربعه مالتهم؟ بروتينوريا، اديما، هايبرليبيديميا وهايبوالبومينيميا. شنو الكوز مالته؟ قلت لك هي بورت سنك سمونه سوري سنه هي اوتوميون ديزيز، بحيث انه الجسم يهاجم الجلوميروس بالتالي يصير عندك البرميبلتي مال الجلوميروس عاليه. ليش؟ راح يصير عندك بورز بسبب الاوتوميون اتاك. وهاي عندك السيمتومز ما توضحها بهالصوره الفكاهيه. هايبوالومينيميا، هايبرليبيديميا، بيرفرال اديما، ماسيف بروتينوريا. ها صدق نسيت اذكر لكم سالفه انه الهايبرليبيديميا ايش تصير؟ ممكن واحد يسال نفسه. شوف انت حتخسر وايد بروتينز، من هاي ذكرت الدكتوره باللي عم الشرح ما سمعتها. تخسر وايد بروتينز من عدا الجاما والبيتا جلوبولين، ذن ايش يسوون؟ هالب بالسينثيسيس مال الليبيدز اللي هي ال دي ال وفي ال دي ال اذا تذكرها يعني، فسالك هايبرليبيديميا. كذلك الليفر يدي يعوض كمية الألبومين الخسرها، هو يعوض كمية الليبيد الخسرها، فبالتالي حيصير يعني حيشتغل الليفر بشكل كلش يعني كبير حتى يعوض هاي الكمية. واضح حصل ايش لو لا؟ بس هو حتى لو حيصير عندك فلتريشن وهذا حيعمق المشكلة أكثر. ها باي ذا واي البرزنتيشن ممكن يجيك ويا هايبرتنشن، يعني بسبب الهايبرليبيديميا يعني ممكن كلش يجيك هايبرتنشن، ممكن حتى impaired renal function ممكن يعني يصير. بس هي حسب البرزنتيشن اللي يجيك young يعني young child 3 الى 5 years with hypertension ويا هاي طبعا ويا هاي السوالف الاربعه اللي قلت لك اياها فوق. وانت انتبه لي على رقم البروتينز ايش قد تخسرها باليوم اللي اكثر من 3 غرام، او بنسبه نسبه اخرى يعني بتعبير اخر او بتعبير البروتين الكرياتين ريشيو اكثر من 300 ملي مول. اوكي وهايبوالبومينيميا واديما، اديما كلش مهمه، وهايبرليبيديميا. اوكي بالمالت كيس راح يصير عندك خساره بالالبومين وترانسفيرين. ليه؟ هنا شنو مولكيولر واي مات القليل، وهي طبعا المولكيولر واي ما قالتها الدكتوره حفظوه يعني باي ذا واي يعني. وعندك الالفا انتي تريبسين هاي ايضا تلقاه يعني. ها باي ذا واي طلع الالفا انتي تريبسين هو اقل مولكيولر واي. لما ادخلك الذاكره نص الشرح وستشوف انه انت غلطان نص الشرح، نسبه الاحباط مالتي حتزيد كلش هوايه. عموما عادي. بس انك حتى بحالات سيفير كلش اللارج بروتينز مثل الميوغلوبين راح يطلعان باليو ام. هاي بحالات كلش سيفير. اوكي؟ طبعا باي ذا واي نقدر نسوي الكتروفوريسيس. الكتروفوريسيس راح يعتمد على سيفيرتي مارير ليجن، يعني يعتمد على قد هو المرض وين واصل الى مرحله. مثلا اذا بعدها استوى ممكن البومين يطلع قليل، لكن انت احفظ التيبيكال باترن. ممكن يسالك سؤال اسي اذكر لي التيبيكال باترن مال النيفروتيك سيندروم بالالكتروفوريسيس. This is really important. انت حتتذكر الاعراض. شوف حاذكرك بسالفه، اتذكر انه الالبومين راح يقل. هاي اول شيء تكتبه كلش مهمه تتذكرها هاي. وشحت لقيت الفا 1 وجاما جلوبيولين موجي هاي جاما جلوبيولين. اوكي كلش مهم تذكرها. بعدين عندك بس عندك زياده بالالفا 2 جلوبيولين. ليش الفا 2 جلوبيولين؟ شويه المولكيولر مالته اكبر، يعني عنده في شيء اسمه الفا 2 ماكرو جلوبيولين يسوي الليبر. هذا المولكيولر واي مالته كلش كبير، فبالتالي ما حيصير بيه فلتريشن، راح تشوفه زايد. هسه مثلا شنو؟ هسه هذا مثلا هذا جدول طبيعي، هذا الخط الاسود هو يمثل القيمه الطبيعيه للباترن بالالكتروفوريسيس. شوف هاي جديدات هاي اللي متقاطع الخطوط المقطعه او المتقاطعه سوري المتقطعه. هاي ان الباترن مال النيفروتيك سيندروم هيجي حيجيك البومين حيصير عندك قليل، الفا 2 كل يزداد. منو حيقل عندك؟ البومين والالفون والجلوبيولين. كلش مهم تتذكره. البومين تتذكر شنو حيجيك؟ اي الفا 1 منو حيجي؟
من حيجي يقول الفضه ايجي ايجي عنصر الفضه يقول لا جاما يوبيغي. بس عندك الفا 2، اذا كان الفا 2 كلش مهمه، الفا 2 يبقى موجوده بالدم بالتالي سعرك الزياده عاليه يعني بالنسبه بالالكتروفوريسيس. اوكي واشكركم على حسن الاستماع باي ذا واي، وان شاء الله ما قصرت وياكم، والى اللقاء.